السلام عليكم ومرحبا بكم متابعيني. وصفة اليوم ان شاء الله راح تكون نوع من انواع الكيك. راح نشوفوا كيفية تحضير كيكة الموز، يعني وصفة رائعة خاصة الناس اللي يحبوا كيكات الفواكه بصفة عامة واللي يحبوا الموز بصفة خاصة، وايضا وصفة مثالية للاطفال خاصة الأطفال اللي ما يحبوش الفواكه. كلنا نعرفوا بلي الأطفال يموتوا على الحوايج، يعني يموتوا على كل أنواع الحلويات، بصح الفواكه ما يحبوهاش. يعني هذه فرصة باه نحطوا لهم الفاكهة في الكيك ونكلحوهم بها. وبلا ما نطولوا نروحوا نبداو في طريقة التحضير مع المقادير. عنا في المقادير كاس ونص تاع فارينة أو طحين، الكاس اللي هز 200 ملل، وعنا تانا كاس تاع سكر بني وتقدروا تعوضوه بالسكر العادي، عنا تانا 2 بيض من الحجم الكبير، وعنا تانا 3 ملاعق كبيرة تاع ياورت طبيعي، وعندنا ملعقة صغيرة تاع بيكربونات الصودا أو صودا الخبز، وعنا تانا 57 غرام تاع زبدة. بالنسبة للموز عندنا 3 موزات يكونوا من الحجم الكبير، وماذا بكم يكونوا طيبين مليح. نبدأ بطريقة التحضير. نخلط المكونات الجافة هي الأولى، نحط الطحين الأبيض تاعنا ونزيدو له بيكربونات الصودا، نزيدو له تانا شوية ملح، 1/2 ملعقة صغيرة، ومن بعد نخلط المكونات هذه مليح. ومن بعد نحاولوا نهرسوا الموزات تاعنا حتى يعني القوام تاعهم يولي تقريبا سائل تماما. كما قلت لكم الموز ماذا بكم يكون طيب مليح. انا تعمدت اني نخليهم يطيبوا الى هذه الدرجه، لانه في الكيكه هذه الموز على قد ما يطيب مليح على قد ما النكهه تاعو تزيد تولي قويه اكثر. نزيدوا ندهنوا تاعنا لومول تاعنا اللي راح نستخدموه بشويه زبده كما تشوفوا، ولا تحبوا بالزيت. ونزيدو تانا نحطو شوية فارينة ونديرو نفس الطريقة الموضحة في الفيديو باه الفارينة تانا توزع على كامل المول. نروحو نبداو نحضرو الكيك تاعنا. نحطو الزبدة هي الأولى، الزبدة مادا بيكم تكون بحرارة الغرفة، يعني ما تكونوش جبتوها ديراكت وخدمتو باها، مادا بيكم تجبدوها قبل تولي طرية وتستخدموها. ونزيدو نحطو لها الياورت الطبيعي وسكر البني. كما قلت لكم السكر البني تقدروا تعوضوه بالسكر الابيض، ولكن يعني السكر البني يمدلها واحد النكهه باهيه ياسر. في هذه المرحله تخلطوهم بالميكسور تاعكم لمده 4 دقائق كامله، ماذا بكم يعني تحسبوها كما راهي 4 دقائق. تقدروا تستعملوا التايمر تاع التليفون، ولا اللي يعود عندهم التايمر اللي يستخدموه في المطبخ يستخدموه. هنايا كما تشوفوا على قد ما تخلطوها مليح بالميكسور على قد ما لونها يولي فاتح اكثر، وعلى قد ما القوام تاعها يولي كريمي وحجمها يتضاعف. ومن بعد كي نوصلوا المرحله اللي حبينا احنا نزيدوا البيضه الاولى، ومن بعد نزيدوا البيضه الثانيه، وكيف كيف نزيدوا نخلطوهم مليح بالباتور، ونزيدوا لهم شويه فانيليا يعني سائله، تقدروا تستعملوا نكهة الفانيليا أو مركز الفانيليا. كما تشوفوا كي نوصلوا المرحلة هذه نزيدوا الطحين الأبيض تاعنا، يعني الخليط تاع الطحين الأبيض اللي وجدناه سابقا، وتخلطوها بالطريقة الموضحة في الفيديو. ما دابيكم ما تخلطوش ياسر، جوست ما تشوفوا الفارينة تلمت مع الخليط تاع البيض تاعنا وتجانست معاه شوية صايي تحبسوا، ما تخلطوش. ومن بعد نزيدو الموز تاعنا كيما تشوفو، وكيف كيف كي نضيفو الموز ما تخلطوش ياسر، خلطو جيست شويه برك يمتزج مع هذاك الخليط تاعنا الاول وتحبسو. يعني كيما قلت لكم الموز على قد ما يقعد على قد ما النكهه تاعو تزيد تولي اقوى، وعلى قد ما يجي بنين في الكيك تاعنا. هنايا انايا ضفت البندق او لينوازات، اللي يعود عندهم الجوز يقدر يضيفو الجوز، اللي يعود عندهم اي نوع من المكسرات يعني تقدروا تضيفوه، ولكن هي معروفه انهم يستعملوا فيها الجوز. انا كان عندي البندق استعملت البندق، هو يعني اختياري اضافه المكسرات، تقدروا ما تستخدموهمش خلاص.
كي يوجد الخليط على الكيك تاعنا نحطوه في لومو اللي وجدناه سابقا. وطبعا بلا ما نوصيكم الفور تاعكم تكونوا شغلتوه من قبل على 170 درجة، يعني لازم يكون سخون مليح. تحاولوا تعدلوها شوية الكيك تاعكم من الفوق كما تشوفوا بها تجينا قد قد. ومن بعد ضيفوا لها شويه سكر، انا نحب نضيف لها شويه سكر من الفوق باه تجي هذيك فيها القرمشه هكا من الفوق وتجي باهيه. ضفت انا السكر البني، تقدروا تستخدموا السكر الابيض تاعنا ما كانش مشكل. ومن بعد نحطوا الكيك تاعنا في فرشه على الفوق والتحت على 170 درجه لمده واحد 60 بين 60 و 80 دقيقه. ومن بعد تطفيو عليها وتخليوها في الفرن لمده 10 دقائق، يعني تبرد في الفرن ومن بعد تخرجوها. وهذا هو الشكل النهائي للكيكة تاعنا بعد ما طابت كيما تشوفوا. الكيكة المذاق تاعها يجي هبل، خاصة الناس اللي تحب الموز راح تعجبهم ياسر. وكيما قلت لكم خاصة الأطفال كيكة هايلة، وطريقة تحضيرها كيما شفتوا سهلة ما فيها حتى حاجة صعيبة. وهذه الكيكة يعني كيكة الموز من أنواع الكيك اللي ما تجيش شايحة، يعني تجي من الداخل طرية هكا ومبلولة واحد الزي. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لايك، وإذا كانت أول مرة تزوروا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس به يوصلكم كل الجديد. وهذه الوصفة تاع اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم. اللي راح يجربوها نقولها من درك بصحتكم. كي تجربوها ما تنسوش تخليوا لي كومنتار باه نشوف كيفاه جاتكم. وإلى اللقاء في الفيديو الجاي إن شاء الله.